للفريق الأخضر. انتظار موسم جديد والريالات ستتواصل بالنسبة للرجاء، تبعوا محاولة خطيرة، جول 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 جول، عبد الكبير الوادي سجل هدف في حدود دقيقة 9 بهذه الطريقة، يحتفل سعيد بهذا الهدف في جيف حدود الدقيقة 9، يمنح الأفضلية لفائدة فريق الرجاء الرياضي. نتابعوا الإعادة، لعبت من جانب من جانب بدر بانو الذي خطف الأضواء رفقة كيد، خطف الأضواء في تشكيل الناخب الوطني إيرفي رونار، وسيكون حاضر في اللائحة النهائية التي ستخوض غمار مونديال روسيا 2018 بمعنويات مرتفعة. بدر بانون اعطى الاسيست بشكل مميز في اتجاه عبد الكبير الوادي، استان فريق شباب اطلس خنيفرة من فريق الوداد، تقول لفريق شباب اطلس خنيفرة وداعا. محاولة خطيرة خطيرة خطيرة، جول 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 ثاني للرجاء، جول يدر هداف الدوري الوطني الاحترافي بامتياز. محسن ياجور يتمكن من تسجيل هدف رقم 17 له هذا الموسم بقميص فريق الرجاء الرياضي، يؤكد حضوره ويؤكد حضوره المميز في خط هجوم فريق الرجاء. فرحه من جانب انصار فريق الرجاء الرياضي، لكن تابعوا الاعاده، غنتابعوا الاعاده. لعبت بطريقه قل ما يقال عنها كانت جميله، تيكي تاكا رجاويه لعبت وفرحه الانصار، بالرغم انه الموسم انتهى، لكن قلت يريدون أن يكون المستقبل مشرق لفريق الرجاء الرياضي. شوف جبيرة روغ الأول وروغ الثاني وسواغ جبيرة، وعطى كرة طريقة كبيرة لمحسن ياجور يتمكن من هجم الحارس رشيد كوكب ويسجل الهدف الثاني لفريق الرجاء الرياضي في حدود الدقيقة 33، هو الهدف رقم 17 لمحسن ياجور. صبحت النتيجة هدفين دون مقابل لفائدة الفريق الأخضر. نشوفوا الإعادة مرة أخرى من زاوية أخرى، كيفاش يلعبها كيفاش لعب عبد الجليل جميرة، هو اللي توغل، هو اللي اعطى الاسيست بطريقه فنيه جميله لمحسن ياجور. الجول في مرحله الذهاب كانت نتائج متراجعه بالنسبه لفريق الاحمر، ومرحله الاياب جد مميزه، الان ينافس على بطاقه التاليه المؤديه لمنافسات دوري الابطال. نهني حصريه تقادير، نهني كذلك الفتح، نهني الانديه التي استطاعت ان تكون منافس بقوه على لقب هذا الموسم على كل الانديه بدون استثناء. هدف جميل يودع من خلال وكيد فريق الرك، احمد شاكو اللاعب السابق للرجاء يعاد نفس السيناريو بعد ما كان سجل في مرمى فريقه السابق، بعد ما كان سجل في مرمى فريقه السابق الدفاع الحسني الجديدي، يعاد نفس السيناريو هذا المره امام فريق الرجاء الرياضي من خلال كره ثابته من الاختصاصي احمد شاكو. شوف الجميع الرجاء وقفت لتحيي هذا اللاعب، لتحيي هذا اللاعب، وبطبيعه الهدف سيكون هدف مميز بالنسبه لاحمد شاكو، يودع من خلاله فريق الراسينغ الرياضي في اخر مباراه له، ويودع اجواء المنافسه كما سيودع الفريقان وكما ستودع الانديه الوطنيه بعد هذا الجو.